احنا هلا قدام البوث تبع سامسونج فعليا، بوث ضخم، بدنا ننطر كل هذا الدور لحتى نقدر نعمل ريجستريشن، لحتى نقدر نفوت بس على البوث تبع سامسونج في كايرو اي سي. هلا شو هلا صرنا بالبوث تبع سامسونج. طبعا البوث تبع سامسونج مقسمينه لاكثر من سكشن، فيك تعملوا تور على هي السكشن ورامي يكون اياها كيف بدك تبلش وكيف بدك تخلص، لانه هنا عاملين بوث فعليا كثير كبير مقسم لكاتيجوريز او اقسام، في منها رايزل بين بيزل اي ثينك سكرين، في عندنا كيو 8K، يعني هوتيلز تي في، يعني تبع السمارت فونز وتبع السمارت ووتش فعليا، في عندنا كيرفيت جيمنج مونيتور، يعني اي او تي زون، اوسو عندنا اي او تي زون خاصه بانترنت الاشياء فعليا. خير اشوفك مع بعض. هلا معنا شريف حيحكي لنا شوي عن النوت 10 سامسونج نوت 10 وعن المواصفات تبعه. عندنا بيجي اصدارين من النوت، نوت 10 ونوت 10 بلس، بيجي بحجمين مختلفين 6.3 و6.8 مع اختلاف طبعا الفرق، في شويه فرق في السبيكس بس مش كبيره، يعني نوت 10 بلس بيجي ب 12 جيجا رام، النوت 10 العادي بيجي ب 8 جيجا رام. القصه كلها نوت 10 او نوت عموما يعني اسبن، الاسبن جاي معانا بحاجه اسمها اير اكشن، يعني بالنسبه لك بتحكم في التليفون من على بعض عن طريق الموشن. يعني ممكن افتح الكاميرا خلاص، ممكن اتحكم في الموبايل بتاعي في كل في كل الاوضاع، ممكن اتحكم في الاوضاع بالمنظر ده، الموشنز بتاعه الموبايل خلاص. الان بالظبط كده، ممكن كمان الان في ايديا ممكن اعمل زوم ان، خلاص انا ممكن اعمل زوم اوت، وكمان اتحكم في الاوضاع بتاعه الكاميرا بتاعتي سواء فيديو او لايف فوكس او ايا كان. نفس الموضوع ممكن اتحكم برضو في المزيكا، ممكن اتحكم كمان في الفيديوز في الصور في الجاليري برزنتيشن في كل حاجه. الريسبن بيقعد معايا ستاند باي حوالي مثلا 10 ساعات مقابل 6 دقائق او 7 دقائق شحن، بيقعد معايا حوالي 10 ساعات ستاند باي. تمام، في خاصيه جديده كمان في الريسبن اسمها ديجيتال تكست كونفرجن، نقدر احول الكلام مكتوب خط الايد خلاص لكلام مكتوب ديجيتال. يعني بالمنظر ده لو فتحت النوتس خلاص، مثلا ادي النوتس خلاص، هكتب مثلا وليكن احمد، وان كليك خلاص، واعمل كونفرت حولي خط ايدي الكلام مكتوب ديجيتال بالظبط كده. تمام خلاص. كمان عندنا في فيتشر فيها في الكاميرا حلوه جدا، ان انا ممكن اكتب على الفيديو بتاعي، يعني اعزز واقع افتراضي في قلب التليفون بتاعي. يعني مثلا دلوقتي لو فتحت الكاميرا جبت الكاميرا 100 فيديو، في عندي حاجه اسمها اير ديدل، اللي انا اقدر، عارف انت السناب شات بالظبط، فكره السناب شات، ولكن انت اللي بتصمم اللي انت عايز تعمله. يعني وليكن دلوقتي لو هعمل مثلا على الشكل بتاعي، لو انا مش عارف ارسم لكن الفكره نفس الموضوع يبقى ظاهر معايا بالظبط كده. بالظبط كده.